اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بلاعبتنا المحترفه في صفوف الفريق الاول لكره الطائره سيدات تيتيانا بوكان. تيتيانا برحب بيكي في قناه النادي الاهلي. Thank you so much for inviting شكرا me جزيلا here على استضافتي هنا. I would like to say hi to انا اود ان احيي جميع جماهير الاهلي. في البدايه محتاج استعرض معاكي تاريخك، السي في بتاعك زي ما بيقولوا، الانديه اللي لعبتيها، لعبت لكام نادي في اوروبا، لعبت كام سنه المنتخب مونتينيجرو كلاعبه فيه، ايه ابرز البطولات اللي حصلت عليها؟ يعني عرفي جمهور النادي الاهلي اكتر عنك. اوكي. First of all, I'm في البدايه 36 years old. That means that my CV انا بدات وانا عندي 6 سنوات، فبالتالي السي في الخاص بي هو مسيره طويله. انا بدات مع منتخب مونتينيجرو. انا احاول كثيرا ان اشرح ان اين هذه البلد في اوروبا للكثير. هي بلد قريبه من صربيا ويوغوسلافيا سابقا، الجبل الاسود الان. انا لعبت في حوالي 16 نادي في لعيب من البلاد، في لعبت في اسيا، في اوروبا، في اسيا لعبت في اليابان، في الصين، في اندونيسيا، في الفلبين، وفي اوروبا لعبت لناديين في ايطاليا وناديين في فرنسا وفي المانيا، ولعبت في اذربيجان، في بولندا، في المجر. والموسم الاخير لعبت في الجبل الاسود، لعبت في بطوله الدوري وايضا في صربيا. طيب ابرز البطولات اللي انت لعبتيها او اللي فزت بيها خلال تاريخك يا تيتيانا؟ The best championship أفضل بطولة هي الدوري الإيطالي. That is the best championship. هي أفضل بطولة خطها في أوروبا. Then the best clubs I joined. وأفضل الأندية هي كان في فرنسا. Yes. We were champions in France. كنا الأبطال الدوري في فرنسا. A step close to be in. وكنا على بعد خطوة واحدة للفوز بالدوري الابطال. وايضا كنا ابطال في المانيا وفي اليابان ايضا. وايضا باقي الانديه هي جيده وانديه مستوى جيد في هذه البلاد التي لعبت فيها. طبعا واضح ان انت لعبتي في انديه كبيره في اوروبا وفي اسيا ودول فيها الفولي بول متقدم جدا، ودي حاجه جيده ان انت يبقى عندك سي في كبير كده ويديكي خبرات اكيد هتنقليها للنادي الاهلي اكيد خلال هذا الموسم. بس عايز اتكلم على المستوى الشخصي، هل حصلتي على كؤوس مثلا او القاب شخصيه كافضل لاعب مثلا، كافضل بوزيشن فور في احد البطولات؟ هل في القاب فرديه تتذكريها وكون قريبه او انت يعني فخوره بيها خلال مسيرتك اللي فاتت؟ أكثر لقب فخورة به هو MVP in France. كنت أفضل لاعبة في فرنسا 2012 في 2012 و2013. كنت أفضل حاصدة نقاط في فرنسا. أنا فخورة بهذا لأن في سنواتي الأولى أنا كانت من أوائل سنواتي أن ألعب خارج البلاد. كنا من قبل مع صربيا دولتين، ولكن الآن هذا هو أفضل لقب حصلت عليه وأكثر لقب فخورة به. يعني ده كان تعريف سريع لأن يمكن جمهور النادي الأهلي محتاج كان يعرفك أكتر وكان يعرف تاريخك أكتر، ومهم نعرف انه قد ايه خبراتك، ومنتظرين ان شاء الله منك ان انت تنقل الخبرات دي للفريق وتكون ان شاء الله السنه دي معاها مؤثره باذن الله ونفوز ببطوله الدوري والكاس.